عسلامة مسلم. عسلامة، مرحبا بيك. لباس؟ الحمد لله. أتمنى روحك. حمادي بوعون من جنوب الشرق مدينة غمراس ولاية تطاوين، وعندي داري في سليمان، وجوفي أباري دوبوي 1968، وجو ترافاي ديريكتور دو غراسون إكسترجور على الأمباساد دي تاد دو كويت، وجو فيان دو سوغتيغ أون غيتغيت سات أني. مرحبا بيك. عايشك لله. أنت تعيش في فرنسا؟ نعم. نعرفوا انه الشباب الكل حلموا انه يحرق ويخرج من البلاد، شنو رايك؟ حالة النازعات غرق لك الشباب، واقفين قدام الاسواق، واقفين قدام القناصل يطلبوا في ساندويتش، اعطيني نورو، اعطيني من فضلك، عاوني هيك، وهما في حالة النازعات غرق، كانوا قاعدوا في بلادهم، حتى اللي خدام المرمى يصور ب 30 و40 دينار، جو سوي كونتر سا كومبليتومون، فهمتي؟ وهما في حالة مساكن، ربي يفرج عليهم. يعني انت ريت شباب كيفاش يعاني المعاناه؟ غلط، ونقول له غلط غلط على طول تمشي لاوروبا، اوروبا سي تيرميني، اوروبا ماتت، ما عادش زي قبل، ما عادش خدمه زي قبل، فين هي اوروبا؟ اللي مشاو القدم صبا وبالريتريت نتاعهم وكل شيء صبا والحمد لله، اما تمشي تو لفرنسا نعطيك نصيحه، رد بالك، اقعد في بلادك واخدم في بلادك، الخدمه موجوده والفلوس موجوده في تونس، فهمتي؟ وربي يسهل. نعرفوا انه حتى الغربه يعني مش سهله. الغربة تطفي مش سهلة، أما أنا أولادي ومرتي وأخواتي وأخوتي عائلة كلها في فرنسا، أفهمتي ولا؟ ونتنقلوا غادي وجاية، وبالله بزيد نعمل لكم رابروش على تونسير. تونسير ديما أون روتار، البارح برك عملت بينا ثلاث سوايع روتار، من فضل السيد المدير نتاع شركة تونسير ينظم روحها، والشباب تورجينا فيها 280 واحد وكلهم يقولوا ما عادش راكبين في تونسير، وإحنا نحبوا نخدموا الوطن نتاعنا ونحبوا نخدموا مع تونسير، كلهم مشاو لترانزافيا الشركات أخرى، السيد المدير نتاع شركة تونسير نظم نحبوا نخدموا وطننا ونحبوا مع تونسير، هذا مساج للمدير نتاع تونسير. انت تعيش غاديك في فرنسا، لكن الحنين ديما يرجع بيك لتونس. تونس، انا نجي في الطياره كي تقول اطاشي لساتي دو سيركي ذهبت على كاس الكورتاج، شم الاكسجين تخلي من جديد، مصلي على النبي. تونس يا غيان كي رومبلاس لا تونيزي، والعالم كله يحب تونس. وحتى واحد ما يحبش تونس، يكذب عليك يقول لك ما نحبش تونس. فيف لا تونيزي. اي سيكوندو فيف لا ريبوبليك فرونسيز اللي مكونتنا وقررتنا وثقفتنا. والحق ثم برشا اعانات في فرنسا، وربي ان شاء الله يستر بلادنا، وربي يحيى رئيسنا قيس سعيد وكنا معاه، افهمتي ولا لا؟ وربي يسر وبارك الله فيك، وهذه الخاتمه. لا مازلنا. مازلنا، تفضل. بعد سنين هذه كله انت تعيش في فرنسا، تخمم انك ترجع تونس ولا لا؟ انا رجعت لتونس ديجا. انا مشيت للاستقرار يعني. اي استقريت في تونس، انا لي مشيت نهار، مشيت نهار الثلاثاء، مشيت نهار الجمعه، قعدت 4 ايام في باريس وجيت. انا جي سيبورت بلي دي فيفر ا باري، ما عادش نجم نتحمل باش نعيش في باريس. علاش؟ الطقس با باري ولوغوت حتى نتاع ليغيوم والفروي ولا غلال، ونحب تونس بكل صراحه، نحب تونس. اولادي قاعدين يخدموا غاديك، ما نجمش يجوا. المدى مرة معايا في هوني، مرة تمشي لأولادها وتنقلوا دو تون زون تون، وربي يسهل. أما أنا استقريت مستقر في تونس. عندي داري في سليمان على البحر، شاري فيلا في سليمان على البحر، فهمتي، ومستقر في تونس. بين فرنسا وتونس فما اختلاف؟ ثم فرق كبير برشا. كبير برشا برشا. تو هوني زوالي مسكين ما نجمش يداوي في السبيطارات. سبيطاراتنا ربي يعمل لها إن شاء الله حاجة جديدة، سبيطاراتنا تحشم. فهمتي ولا؟ غادي حتى ما نجمش يداوي، يداوي فرنسا، وين يداوي البريزيدون، وين يداوي هاك القليل اللي اخذ على القاعه، غادي ما ثماش تميز. واللي ما عندوش تعطيه فرنسا ما يخدمش، تعطيه ابابري كيفالون 3 ملايين توانسه، وتخلصوا المسكن وتخلصوا الضوء وتخلصوا الترانسبور، فرنسا تعاون برشا القليل اللي ما عندوش. وحنا نورمال تونس ما عندناش، سي لافي، فهمتي ولا؟ ما عندناش باش معناها الشباب لازم يتأقلم مع حالة البلاد ووضعها. لازم يتأقلم مع وضع البلاد هكا توتافي، الله غالب. واللي يحب يخدم في تونس راهو ثمن الفلوس، ينجم يخدم، فهمتي ولا؟ هذا أنا صافي بالونتون جبت دهان داري قال لي 4 ملايين. باش يخدم 15 يوم 4 ملايين، فهمتي؟ باش يدهن، ماندوفر بركة، فهمتي ولا؟ الفلوس موجودة في تونس، واللي يحب يخدم يصور يصور، فهمتي ولا؟ تفضل. أنت مثلا لو ترجع بك ليامات ما تمشيش لفرنسا؟
رسمي تبقى في بلادك؟ لا لا، نرجعوا يعني للماضي. نرجع للماضي اللي يصير نحب نقعد في بلادي، حروب ولا جاعة ولا حاجة نقعد كافي تونس. أنا كملت الريتريت نتاعي جو في فيفر أون تونيزي مهما كانت التكاليف، نحب تونس وتحيا تونس. لكن انت فما تناقض نشوف في كلامك بين انك تشكر في الوضعيه غاديك وبين انك معناها تونس ما عندناش تونس، ما عندناش دبي ولا قطر ولا الكويت. انا الكويت هذا كله نعرفهم مليح، انا كنت مدير العلاقات الخارجيه بسفاره الكويت وكل هدرتها، فهمتي ولا؟ وذوك عندهم البترول، احنا عندنا البترول وعندنا كل شيء، اما ما نجمش ندخل في حكايه السياسه، علاش ما نحبش السياسه؟ لا ما نحبش. يعني ثرواتنا مش لينا، ثرواتنا احنا تونس تعوم على الغاز والليسانس تحت القاع، تعوم على الفلوت، تشتغل البترول الى غاز تونس، فهمتي ولا؟ اما اشكون باش يجي يطلع ويدير؟ ما فماش، الله غالب ما حبوش يطلعوا ما فماش. وش باش يقول لك؟ خلينا من السياسه اكوتي، علاش ما نحبش السياسه؟ فهمتي ولا؟ انا انسان عايش. انت معني فرنسا ما عادش باش ترجع؟ لا فرنسا كاش كان لا يقدر نمرضش هذاك فاليك العاشق نمرضش نجي برون لافيون تي سويت ندوا دوا يا سلام ما نمرضش كان في فرنسا هذاك نمشي فرنسا نقعد اربع ايام جمعة بكل صراحة كون يا غول سولد نمشي لفرنسا فهمتي ولا كان ثم حاجة هيك 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 حاجة من فرنسا نعمل دور فرنسا اون سيمان دي جو نروح لتونس. انت مع كلمة وكرك وكرك؟ كيفاش؟ مع كلمة وكرك وكرك؟ وكرك وكرك تو تافي وكرك وكرك، والشباب لونكوراج با دالي اون اوروب غلط على طول فهمتوا، وراهم في حالة غاديكا يعني حتى ولو تكون الوضعية صعيبة وكل شيء لازم يتحملوا يتحمل تونس، وما فما حد شيء صعيب في تونس، ما فما حتى تونسي بات جعان في الليل. أنا كان نلقى نوكل 10 في الليلة، كان نلقى نفطر 10 بالناس في رمضان ولي نعمل أجر فهمت ولا؟ أما الناس كلها واكلة وشاربة ويكذب عليك ويقول لك التونسي عمره ما يخلي خوه لبرا فهمت ولا؟ أنا كان نلقى حتى الشيوخة امرأة ولا شيخة ولا شايب ولا كل شيء نعيشوا معايا في داري حتى ربي هزوا فهمت ولا؟ حب نعمل أجر على شتو لازم طريق. أنا وصلت سبعينات لازم نخدم على الآخرة في الدنيا هذه شفناها وش بعنا منها وربي يسترنا وربي يستر تونس. خلي كلمة الختام. كلمة الختام تحيا تونس وربي يعاون قيس سعيد راجل نتاع تونس وهو اللي باش ينقذ تونس بقدرة السميع العليم وربي معاه وربي يعينه وبارك الله فيكم وتحيا تونس آخر كلمة. شكرا.